براون اكد مره اخرى اللي هو ابن المنتخب لاعب معناتها باش ما تخوش حتى منحى اخر يمكن هو معناتها الله اعلم شنو قصد بالتصريح هذا. كنت في اتصال مباشر انا وياه والامور واضحه وبحول الله معناتها ديلان براون ينجح. اهم شيء بالنسبه لنا احنا بعد الظروف الصعيبه اللي عاشها في نهايه الموسم الاصابات نتاعو والوضعيه نتاع النادي نتاعو ان شاء الله يلقى العقد ممتاز ويخليه يمشي لدوري ما افضل في المستوى نتاعو. اذا ديلان براون معناتها في الفتره القادمه مستواه يرجع للمستوى اللي احنا نحبوه فيه ولا ياكد الجداره نتاعو بالانتماء دائما باب المنتخب مفتوح وديلان براون واحد من العناصر تاع المنتخب. كود جوستومون هنا ينجم يكون قرار اختيار انه الملاعبيه اللي عندهم شك سو ديزون في مسيرتهم كل نخليهم يركزوا شويه واحد وبعد باب المنتخب يبقى مفتوح فما توجه هكا. اكيد اكيد ما هذا هو احنا القائمه اللي اكد لك يمكن اصعب فتره معناتها باش عملنا الاختيارات نتاعنا في القائمه هذه ما كانتش نعرفوا لي سبيسيفيسيتي نتاع البريود هذه. فان سيزون سيزون رزينه سيزون طويله عملنا فيها مشاركه في كاس عربيه في تصفيه كاس العالم في كاس افريقيه والظروف اللي صارت فيها كل دونك سيزون طويله برشا. عندنا عده لاعبين اللي مروا بظروف صعيبه في النوادي نتاعهم. فان سيزون كانت سي شارجي للعباد الكل. ثم دي جوار اللي الشامبيون تاعهم وفات على بكري. ثم دي جوار اللي توا مازالوا باش يكملوا الماتشات هذه ويرجعوا للنوادي نتاعهم. دونك بوكو دو كونترانت احنا كانوا ثم دي ديسيزيون ودي شوا معناتها مبنيين على قناعاتنا احنا واختيارات فنيه هذا اكيد. وثم حاجات اللي تفرضوا علينا ثم كانوا دي شوا استراتيجيك كونتر اوتر قررنا معناتها بعد تفكير كبير كونوا كل جوار اللي يكون في بيريود نتاع دوت بيريود تاع ترانسفير يناقش في الكونترا نتاعو. مفضل انا باش نعطيه فتره نتاع الراحه يناقش فيها العقد نتاعو ويكون جاهز نهائيات كاس العالم في وضعيه مريحه افضل من اللي يكون موجود معنا توا هو يناقش في العقود نتاعو ما يكونش مركز. بالنسبه لهذا عمر شويه كوتش شارب عمر شويه جوج في كان وجود وديه تحضير للمونديال كيفاش باش تحافظ على التركيز اللاعبين لانه نتصور الموتيفاسيون في تحضيرات المونديال اهم من مباراه كان عندهم. لازمنا نفصلوا لازم تكون عندنا من الاحترافيه ومن التركيز باش نعرف كيفاش نتعامل مع الظروف هذه. اللاعبين هذوما عندهم خبره كبيره عندهم مسؤوليه كبيره ثم دي جوار كادر تعداو بفترات كيف هكا. صحيح كلامك ماهيش فتره سهله ماهيش وضعيه صعيبه. لازم الملاعبيه كيف ما حكيت لك يكونوا مركزين لاقصى درجه. الفرحه والشيخه تاع ترشحنا لنهائيات كاس العالم فيصل لازمنا ننسوها. اليوم تركيز المنتخب ما يقفش على